بوروس يبدو وكأن له أسهم في البورصة العالمية، يتمايل في منحنى الإصابات صعودا ونزولا، حتى شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا ينتج عنه تصريحات وبيانات لوزارة الصحة تحاول أن تحذر المواطنين من خطر قادم قد يطيح بالمؤسسات الصحية وأرواح الناس وأرزاقهم، سيما أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يبدو أنه ضئيل جدا. فما إن استمر هذا التهاون فالقادم غامض، كغلق المحال والأماكن الترفيهية وعودة الحظر في العراق. إذا استمر عدم الالتزام بهذا الشكل واستمر تسجيل الإصابات بشكل متزايد ومتسارع، ستوصل وزارة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بإعادة فرض الإجراءات القاسية التي فرضت في أشهر ماضية، بغض النظر عن مستوى التطبيق اللي كان في حينها، لكن وزارة الصحة لن تتردد في متابعة هذا الموضوع والتوصية بأي إجراء من شأنه أن يحمي الشعب العراقي. أكيد في حال عدم التزام الناس في الطرق الوقائيه وخصوصا ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، يبقى خيار منع التجول او الغلق الجزئي وارد في اي لحظه لا سمح الله في حال تفشي الوباء. طبعا اكيد يرافقه بعض الاجراءات اللي تصير بالمنافذ الحدوديه بخصوص الوافدين من الدول الموبوءه بالسلاله الجديده من اجل الحد وعدم انتشارها في بلدنا. اكيد هذا خيار مطروح، نبقى نترقب الموقف الوبائي الايام القادمه ونشوف شنو اللي حيصير. يبدو أن ترهيب الناس بالحظر قد يدفع البعض منهم بالاستجابة السريعة للإجراءات الوقائية، فمنهم من استجاب وآخر قد يمتنع عن تنفيذ قرارات خلية الأزمة. فما إن استمرت الحكومة بالضغط على المواطن دون بديل فالنتيجة لا يحمد عقباها. دول متقدمة حصدت ما لم يحصده العراق من الإصابات وهي لا تزال تعاكس القوانين، فكيف بالعراق الذي يهمش المواطن فيه بأعلى مراحل الإهمال والتقصير الحكومي؟ والله أنا رأيي مو هي شرط وزارة الصحة، ولا المفروض علينا كل احنا واعيين على هذا المرض. المرض هو خطير جدا، يجب علينا أن نلتزم التزامات بإرشادات الصحية والتزامات حتى بالبيوتنا بالمدارس، نتقلص من التجمعات. هذا كله من واجب العقلاني، يعني المرض جاي لابد وأن نحذر من هذا المرض. تلبس كمامة إذا ما شرتك فوق، تتعقم من تيجي تتعقم، من تطلع تتعقم، تلبس الكمامة. هذا البشر اللي يقدر يسويه هذا يسويه، والباقي على رب العالمين. هو أحسن من حظر التجوال؟ طبعا أحسن من حظر التجوال مليون مرة، لأنه حظر التجوال الناس راح تموت من الجوع، منها تشتغل على باب الله، منها بالشارع مثل ذولا. إذا حظر التجوال منين يجي الخبزة؟ دولة ما عندها إمكانية تنطي فلوس، تمام لو لا. لكن ياخذ الاحتياط الحذر بهيك شغلات كمامه كوب. هذا شهر او اكثر هي المده الزمنيه الفاصله بين تفشي الوباء واعتلاء الفيروس في قمه الاصابات وبين النجاه، والعراق لا يزال في طابور الانتظار تحت رحمه لقاح قد ينفع او لا ينفع. قناه رشيد، عمار غسان، بغداد.